بكم إلى موجز أخبار الآن. قال ناشطون اليوم أن 5 مدنيين قتلوا وجرحوا جراء قصف جوي يرجح أنه لقوات الأسد على مدينة دوما بلدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوب سوريا. يأتي القصف رغم استمرار العمل باتفاق مناطق تخفيف التصعيد المتفق عليه في محادثات لاستانا الذي يشمل الغوطة الشرقية وثلاث مناطق أخرى. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما كبيرا في الجانب الغربي من مدينة الرقة، وقال إن هذه القوات تواجه خلال تقدمها هجمات مضادة من مسلحي داعش الذين يستعملون دفاعات وأجهزة متفجرة تصعب عملية القتال. وأشار المتحدث إلى أن التحالف الدولي يملك مستشارين يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية يحددون الضربات الجوية ويزودونها بالمعدات. نفذت طائرات الأسد صباح اليوم ضربات جديدة على الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان. كانت طائرات الأسد شنت يوم السبت الماضي ضربتين جويتين على أطراف بلدة عرسال الحدودية شرقي لبنان، حيث استهدفت أماكن تابعة لمسلحين متطرفين. أعلنت الأمم المتحدة أن التداعيات الإنسانية لمعركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش فاقت أسوأ توقعات المنظمة. قالت المنسقة الأممية للمساعدة الإنسانية للعراق في مؤتمر صحفي عقدته إن الأمم المتحدة أعدت خلال التخطيط لعمليات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الموصل ثلاثة سيناريوهات لهذه الحملة، وهي الأرجح والأحسن والأسوأ. وذكرت أن تكاليف إيواء النازحين لمدة 3 أشهر تتجاوز مبلغ 180 مليون دولار، ولستة أشهر 300 مليون دولار، ولتسعة أشهر 450 مليون دولار. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة. وأوضح قرقاش أن الغرب بات مدركا أن كثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية، مؤكدا أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب. تسببت أمطار غزيرة في فيضانات في اسطنبول وأغرقت الشوارع والأنفاق وخطوط مترو الأنفاق وتسببت في فوضى كبيرة بالمدينة، وتقطعت السبل بالعديد من السيارات جراء مياه الفيضانات اليوم، وحثت السلطات السكان على تجنب السفر. إلى اللقاء.